السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. عدنا معكم إن شاء الله إلى إكمال منهج نظم التشغيل الأكاديمي. في الدروس الماضية أكملنا شرح الفصل الأول من الكتاب اللي هو مسمى Operating System Concepts، الإصدار التاسع من سنة 2013. هذا الكتاب طبعا المعروف باسم كتاب الديناصورات، يعني هو يعتبر أهم أو أفضل كتب نظم التشغيل العالمية المعتمدة في أغلب الجامعات العالمية. يتم تدريسه لطلبة البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراه، طبعا بمختلف يعني درجات التعقيد. يعني بالنسبة للبكالوريوس يتم إعطائهم الأمور السطحية فقط، بالنسبة للماجستير والدكتوراه طبعا يتم الدخول أكثر في مجال البرمجة اللي هذه مفاهيم. الفصل الثاني إن شاء الله راح يكون يتحدث عن الأوبريتنج سيستم ستراكشرز اللي هي هياكل نظم التشغيل. هذه هي المواضيع اللي راح نتحدث عنها: خدمات نظم التشغيل، وواجهات نظام التشغيل اللي يوفرها للمستخدمين، السيستم كولز اللي هي نداءات النظام، انواع السيستم كولز، برامج النظام، وغيرها من الامور الاخرى ان شاء الله راح نتطرق لها بهذا الفصل. الهدف من هذا الفصل هو وصف الخدمات اللي يوفرها نظام التشغيل للمستخدمين والعمليات والنظم الاخرى، كذلك وصف الطرق المختلفة التي يتم من خلالها بناء نظم التشغيل، وكذلك شرح الاوبريتنج سيستمز يعني كيفية تنصيبها، كيف يتم تنصيبها في داخل الجهاز، وما الذي يتم عمله عند عملية البوتينج، يعني عندما يتم استنهاض الجهاز أو بدءه للمرة الأولى، يعني عندما ننقر على زر الأون ما الذي يحصل في الجهاز، كيف يتم تحميل نظام التشغيل إلى الرام أو الذاكرة الرئيسية. كل هذه الأمور إن شاء الله راح يتم شرحها في هذا الفصل. بداية الخدمات اللي يوفرها نظام التشغيل. نظام التشغيل هو عبارة عن البيئة التي يتم بداخلها تنفيذ البرامج الخاصة بالمستخدمين أو برامج النظام أو الخدمات الأخرى. طبعا مجموعة يعني الخدمات اللي يوفرها نظام التشغيل للمستخدمين وللحاسوب أو للأنظمة الأخرى يعني تتنوع ويتم تعدادها بالشكل التالي. بداية نظام التشغيل يوفر لنا ما يسمى باليوزر انترفيس اللي هو واجهة المستخدم. طبعا معظم نظم التشغيل اليوم توفر واجهة مستخدم اللي هي تسمى اليو اي، اليوزر انترفيس. طبعا تختلف اليوزر انترفيس، قد تكون كوماند لاين انترفيس اللي هي واجهة ادخال الاوامر، يعني اللي هي الشاشة السوداء الموجودة في كل نظم تشغيل تقريبا اليوم، يعني في اللينكس وفي الويندوز وفي الماك او اس. وكذلك يوجد ما يسمى بالجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي الواجهة الرسومية اللي تحتوي على الايقونات ونستطيع التحكم بها من خلال الكيبورد والماوس وغيرها من الامور الاخرى، او حتى شاشات اللمس. وكذلك هناك ايضا نوع اخر يسمى بالباتش يوزر انترفيس، واللي ايضا راح نتحدث عن تفاصيله ان شاء الله. الخدمة الاخرى اللي يوفرها نظام التشغيل اللي هي البروجرام اكسكيوشن اللي هو تنفيذ البرامج. يعني نظام التشغيل هو المسؤول عن تحميل البيانات من الهارد اللي هو الذاكرة الثانوية الى الرام الى الذاكرة الرئيسية، ثم يتم يعني يشرف على تنفيذها من قبل المعالج وانهاء التنفيذ، يعني طبعا اما بشكل يعني نورمالي او اب نورمالي، يعني اما يتم انتهاء يعني تنفيذ البرنامج بشكل طبيعي او غير طبيعي. اذا حصل هناك خطأ فيتم ايقاف تنفيذ البرنامج، ويعني يعطى رسالة للمستخدم بوجود خطأ في هذا البرنامج. الخدمة الأخرى اللي يوفرها نظام التشغيل هو إدارة عمليات أجهزة الإدخال والإخراج، يعني كل الأجهزة المرفقة بالحاسوب سواء كانت أجهزة إدخال أو إخراج، الماوس أو الكيبورد أو الشاشة أو الطابعة أو غيرها من الأجهزة الأخرى اللي ترتبط بجهاز الحاسوب، أيضا إدارة أعمالها يتم أيضا من خلال نظام التشغيل. بقية الخدمات اللي يوفرها نظام التشغيل هي الفايل سيستم مانيبوليشن اللي هي التلاعب بنظام الملفات. يعني دائما احنا في كل مرة نفتح فيها اي جهاز حاسوب سواء كان جهاز الهاتف الذكي الصغير او التابلت او اللابتوب او الديسكتوب او حتى السيرفرات، نحن نحتاج الى التلاعب بالملفات، نحتاج انه نقوم بطباعة او يعني بنسخ و يعني كوبي بيست ريد رايت للملفات والمجلدات وانشاء وحذف المجلدات. وطبعا هذه كل الامور يتم ادارتها من قبل نظام التشغيل لكي يعرف ما هو الملف الذي تم انشاؤه، ما هو الملف الذي تم حذفه، حيث انه عندما نقوم باطفاء الجهاز واعاده تشغيله مره اخرى نجد ان كل الملفات التي قمنا بانشائها او حذفها مثل ما هي، يعني كل اعمالنا التي قمنا بها تم حفظها. الذي يقوم بهذه الاعمال كلها هو نظام التشغيل. طبعا الكوميونيكيشنز هنا طبعا ما يقصد بها الاتصالات بين الاجهزه، وانما يقصد بها الاتصالات بين العمليات في داخل الجهاز الواحد. يعني عندما نقوم باستخدام فد برنامج معين وليكن مثلا جوجل ترانسليتر، نقوم بنسخ ملف معين مثلا من ملف الوورد، نص معين نقوم يعني نعمل له كوبي ثم نقوم بارسال هذا النص الى الجوجل ترانسليتر، فلاحظ انه عندنا عمليات مختلفه. يعني الاول هو عباره عن دوكيومنت، الثاني هو عباره عن براوزر، ولكن رغم ذلك نظام التشغيل يعني سمح لنا بعمليه تبادل البيانات بين هذه التطبيقات المختلفة. وطبعا يعني يتم بعض الأحيان تبادل البيانات من قبل المستخدم، يعني نحن نقوم بالكوبي والبيست، بعض الأحيان لا، يعني احنا مجرد أنه نقوم باستخدام
فالتطبيق معين هو يعني نظام تشغيل يعني بشكل داخلي وذاتي يقوم بنسخ الملفات أو البيانات من عملية إلى أخرى، وطبعا تبادل البيانات والاتصالات بين العمليات يتم بنوعين نوعين يعني، اما شيرد ميموري اما ذاكره مشتركه، او المسج باسنج اللي هو تمرير الرسائل او الباكيتس يعني، او التي تمرر بين نظم التشغيل. وهذا ايضا راح نتحدث عنها ان شاء الله في الفصل الثالث اللي هو راح يكون مخصص للبروسيسز، وراح تكون عندنا عمليات الكوميونيكيشنز الخاصه بالبروسيسز لها شرح طويل ومفصل ان شاء الله. الايرور ديتكشن ايضا يعني كشف الاخطاء ايضا هو واحد من واجبات الاس الرئيسيه، دائما كل ما يعني نقوم بالعمل على جهاز الحاسوب فدائما نظام التشغيل هو الذي يقوم بشكل دائمي ويكون هو يعني منتبها الى اي احتماليات حصول اخطاء، اما بالمعالج او في الذاكره او في اجهزه الادخال والاخراج او حتى في برامج المستخدم. يعني احنا عاده عندما نقوم بتنفيذ اي برنامج ويحتوي البرنامج على فد عباره رياضيه تحتوي على القسمه على صفر، مباشره راح تظهر لنا رساله تقول بانه هذا الشيء خاطئ رياضيا، لا يمكن القسمه على صفر. اذا كان هناك استدعاء لمتغير لم يتم تعريفه في البرنامج مباشره تظهر لنا رساله خطا. كل هذه الامور ايضا يعني هو النظام التشغيل هو الذي يكون مسؤولا عن ادارتها، ومباشره يقوم بايقاف اي برنامج يسبب اخطاء. كذلك الاخطاء، بعض انواع الاخطاء تحصل في نظام التشغيل نفسه يعني بسبب يعني الابروبريت اكشن، يعني طبعا يعني بعد كل خطا نظام التشغيل يتاكد من انه يرجع الحاسوب الى العمل الطبيعي والكونسيستنت كومبيوتنج اللي هو الحسابات المتناسقه. يعني اي خطا يحصل من قبل اي جزء من اجزاء الحاسوب يجب ان لا يؤثر على عمل بقيه الاجزاء. ديبوكينج فاسيليتيز اللي هي تقنيات التصحيح الاخطاء ايضا يعني، والتي يتم اضافتها بشكل مستمر الى كل انظمه الحاسوب سواء كانت برامج المستخدمين او لغات البرمجه او حتى التطبيقات. هذه طبعا راح تسهل لنا بشكل كبير عمل المبرمج والمستخدم ويعني تقلل من حصول الاخطاء. النوع الاخر من الخدمات اللي يوفرها نظام التشغيل للتاكد من العمل الكفوء للحاسوب لها علاقه بالريسورس شيرنج اللي هي مشاركه الموارد. الموارد طبعا عندما نذكر كلمه ريسورس في نظم التشغيل نقصد بها هو زمن المعالج او الذاكره او اجهزه الادخال والاخراج. فبدايه اكو عندنا ما يسمى بالريسورس الوكيشن اللي هو تخصيص الموارد. عندما يكون عندنا عده مستخدمين او عده عمليات تحتاج انه تستخدم نفس الموارد في نفس الوقت، فيقوم نظام التشغيل بتوزيع هذه الموارد بين هؤلاء المستخدمين المتعددين او العمليات المتعدده. وطبعا عدة انواع من الموارد مثل ما ذكرنا هي السي بي يو سايكلز اللي هي دورات ساعة المعالج، والذاكرة الرئيسية، والفايل ستورج اللي هو يقصد بها الذاكرة الثانوية، كل انواع الذواكر الثانوية، وايضا اجهزة الادخال والاخراج. الاكاونتنج اللي هو الحسابات المحاسبة مثل ما موجود في اي شركة او اي مؤسسة نظام محاسبة لمعرفة الداخل والخارج، كذلك نظام التشغيل هو الذي يعمل كمحاسب في نظام الحاسوب بانه يقوم بتتبع كل مستخدم و كم مقدار ما قام باستخدامه، وهل يعني هو ملتزم بالموارد المتاحه له او انه يحاول التجاوز على الموارد الاخرى. ايضا هنا ياتي دور البروتكشن والسكيورتي. البروتكشن اللي هو حمايه كل عمليه في الحاسوب من العمليات الاخرى، يعني اذا كان لدينا مثلا برنامج الوورد مفتوح وقمنا بتخصيص 2 ميجا بايت له في الرام اللي هو في الذاكره الرئيسيه، وبعد ذلك راينا مثلا او نظام التشغيل شاهد انه ملف الوورد يحاول انه ياخذ مقدار اكبر من هذه الكميه، وبالتالي هذا ممكن ان يؤثر على بقيه الملفات. فهنا راح يعني يعطي فد رساله معينه للمستخدم يخبره بان هناك مثلا مشاكل معينه من قبل هذا البرنامج، وانه مثلا يعني stopped responding يعني لا يستجيب او غيرها من الرسائل الاخرى اللي توضح للمستخدم انه هذا البرنامج يهدد سلامه البرامج الاخرى، وبالتالي يتم ايقافه او حذفه او غيرها من الامور الاخرى. كذلك السكيورتي اللي هي اللي يتم فيها التاكد من انه المستخدمين المتعددين للنظام الواحد لا يؤثر اي منهم على المستخدم الاخر، يعني كل البيانات الخاصه بالمستخدم في الحاسوب المتعدد المستخدمين اللي هو المالتي يوزر كمبيوتر يعني، او حتى في الشبكه يجب التاكد، يعني نظام التشغيل يجب ان يتاكد انه اي من هؤلاء المستخدمين لا يقوم بالتجاوز على ملفات وبيانات المستخدمين الاخرين. وهذا ايضا البروتكشن والسكيورتي راح يكون لها فصول مستقله يعني في نهايه الكتاب ان شاء الله. إذا تلاحظون أنه مثلا يعني الأمور اللي ذكرناها قبل قليل أنه نظام التشغيل هذا هو الشيء الأزرق في الوسط الأزرق، يعني الهاردوير في الأسفل يكون لدينا، واليوزرز والأذر سيستم بروجرامز يكون في الأعلى اللي هو يعني برامج المستخدمين وبرامج النظام. في الوسط يكون لدينا نظام التشغيل اللي هو مثل ما ذكرنا واجهة بين المستخدم والهاردوير. طبعا نظام التشغيل بصورة عامة يوفر لنا خدمات وسيستم كولز ويوزر انترفيس.
الخدمات اللي يوفرها هي نفسنا اللي ذكرناها قبل قليل، اللي هو تنفيذ البرامج، إدارة العمليات الإدخال والإخراج، نظام الملفات، الاتصالات، تخصيص الموارد، الحسابات، يعني تتبع كل مستخدم ومقدار الموارد اللي يستخدمها، كشف الأخطاء، الحماية والأمنية للبيانات والمستخدمين من بعضهم البعض الآخر. كذلك راح يجينا ما يسمى بالسيستم كولز اللي راح نتحدث عنها بعد قليل. واخيرا يظهر عندنا ما يسمى باليوزر انترفيس اللي هو واجهة المستخدم، اللي هي ايضا تعتبر كواجهة وسطية بين نظام التشغيل الحقيقي وبين المستخدمين، واللي توفر لنا اما واجهة رسومية او سطر اوامر او باتش اللي راح نتحدث عنها ان شاء الله. اذا نبدي نتحدث عن هذه المكونات واحدة بعد الاخرى، اول مكون مثل ما ذكرنا اللي هي الكوماند لاين انترفيس اللي هو واجهة سطر الاوامر اللي هو او الكوماند انتربريتر اللي هو مفسر الاوامر. هذا فقط يوفر فد قابليه اعطاء اوامر مباشره للنظام، يعني اللي هو موجود يعني الكوماند برومبت في الويندوز او التيرمينال في اللينكس، او حتى يعني هناك الشيل موجود في الابل او الماك او غيرها. بعض الاحيان يتم يعني كتابه هذا الكود الخاص بالكوماند انترفيس في الكيرنل اللي هو لب النظام او قلب النظام. بعض الاحيان يتم كتابته ضمن السيستم بروجرامز. بعض الاحيان يكونوا مالتيبل فليفرز يعني متنوع، قد يكون جزء من عنده في الكيرنل وجزء من عنده في السيستم بروجرامز اللي هو ما تسمى بالشيلز. الشيل يكون اكبر واوسع من الكوماند لاين انترفيس لانه يحتوي يمكن له اداره البيانات الموجوده في نظام التشغيل اصلا اللي هي تاتي منصبه مع النظام سابقا، وكذلك يمكنه التحكم بالبرامج التي يتم تنصيبها فيما بعد، والتي يعني من خلالها يعني نستطيع مجرد انه نكتب اسم البرنامج ويتم تنفيذه. طبعا primarily fetches commands from user to execute it، يعني الوظيفة الرئيسية للكوماند لاين انترفيس هو جلب الإعازات من المستخدمين لتنفيذها. بعض الأحيان هو فقط بكتابة اسم الإعاز، بعض الأحيان بكتابة اسم البرنامج. يعني إذا كنا قد قمنا بتنصيب برنامج معين مثلا في اللينكس، بعد أن تقوم بتنصيب برنامج الماتلاب مجرد أنه تدخل إلى التيرمينال وتكتب كلمة ماتلاب يتم تنفيذ برنامج الماتلاب، يعني بدء برنامج الماتلاب راح يعني بخلاف الويندوز. مثلا في الويندوز بعد أن تقوم بتنصيب الماتلاب تلاحظ أنه سيكون هناك أيقونة خاصة بالماتلاب على سطح المكتب، مجرد أن نقرأ عليه نقرتين سيفتح برنامج الماتلاب. أما في اللينكس مثلا فالكوماند لاين انترفيس أو التيرمينال الخاص به مجرد أنه تكتب به كلمة ماتلاب راح تفتح لك برنامج الماتلاب، وهكذا اللي هو مجرد أنه تكتب اسم البرنامج. بالنسبة إذا كنا نستخدم اسم البرنامج فإنه إضافة هذه المميزات الجديدة لا تتطلب التغيير على الشيل نفسه، يعني الشيل راح يكون هو موجود جزء من الكيرنل، وإضافة البرامج الجديدة راح يتطلب فقط يعني تنصيب برامج واستدعائها من قبل الشيل بدون التأثير على الشيل كيرنل. يعني هذا طبعا واجهة للشيل اللي هو بورن شيل كوماند انتربريتر الموجود في أجهزة الماك. ايضا تلاحظ انه يعني هناك سطر اوامر، بعده اكو هذا الدولار ساين اللي هو علامه الدولار، بعدها تقوم بكتابه الاعازات وتظهر نتيجه تنفيذ الاعازات بعدها مباشره. بالنسبه للجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي واجهه سطح المكتب، يعني تسمى عاده هي سطح المكتب اللي هي يعني كانه ميتافور اللي هو يعني تعبير اصطلاحي، لانه هي واجهه تحتوي على الكثير من الامور. يمكن من خلالها استخدام الماوس والكيبورد والشاشه، تحتوي على الايقونات التي تمثل ملفات وبرامج واعازات. النقرات المختلفة على الماوس طبعا تعطينا يعني نتائج مختلفة، يعني النقرة اليمين، النقرة اليسار، النقريتين وغيرها من الأمور الأخرى. تم إنشاء الـ Graphical User Interface اللي هو واجهة المستخدم الرسومية أول مرة من قبل شركة Xerox PARC. هناك الكثير من أنواع Command Line Interface والـ Graphical User Interface موجودة، مثلا الويندوز يحتوي على يعني واجهة رسومية ويحتوي أيضا على سطر الأوامر. الأبل ماك أو إس أيضا يحتوي على أكوا واجهة رسومية ويحتوي على اليونكس كيرنل في داخله، والذي يحتوي على الشيل اللي هو واجهه اللي هو يعني سطر الاوامر. كذلك في انظمه اللينكس واليونكس تحتوي على كوماند لاين انترفيس، واللي هو كان موجود اساسا يعني انظمه اليونكس كانت في البدايه فقط كوماند لاين انترفيس، يعني فقط واجهه اوامر. بعد ذلك ظهر لدينا ما يسمى بالاوبشنال جرافيكال يوزر انترفيس اللي هو سي دي اي والكي دي اي والجنوم وغيرها من الانظمه الاخرى. النوع الاخر اللي هو يعني يعتبر حديث نسبيا اللي هو الواجهات اللمس، واللي طبعا هذه يعني للاجهزه الصغيره، الاجهزه اللوحيه، اما الهواتف الذكيه او الاجهزه اللوحيه تابلت وغيرها. الماوس هنا طبعا راح يكون غير يعني غير متوفر او غير مطلوب. الاكشنز هنا الفعاليات او الاوامر التي يعطيها المستخدم تعتمد على الجستشرز اللي هي حركات المستخدم، النقره او تحريك اليد او تحريك الاصابع وغيرها. Virtual keyboard for text entry، هنا ما راح يكون عندنا كيبورد حقيقي، يعني في اغلب الاحيان انما يكون هناك virtual keyboard، مجرد انه عندما تريد كتابه في مكان معين يتم استدعاء هذا الكيبورد الوهمي وتقوم بالكتابه. وايضا يعني تدعم الفويس كوماندز اللي هي الاوامر الصوتيه. هنا ايضا عندنا فد واجهه الماك او اس جرافيكال يوزر انترفيس، واجهه رسوميه لاجهزه الماك.
هذا تقريبا يعتبر هو يعني الجزء الاول من اجزاء النظام. الجزء الاخر اللي هو السيستم كولز اللي هو نداءات النظام ان شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضره القادمه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.